السلام عليكم. ماتش اليوم ماتش ربع النهائي ضد البرتغال، ماتش ماشي سهل الحمد لله، قطعنا طريق طويلة وباقي إن شاء الله غنزيد الطريق. ربحنا إسبانيا، ماتش مشى داز سهلة، ماتش آخر اليوم خصائص أخرى مختلفة، شايقين في اللعابة وشايقين في المدربين وإن شاء الله نكملوا كتابة التاريخ. ماروك بيبري ماجستير وا إن شاء الله باغانية كوب لامون، ماروك بيبري إن شاء الله. توقع ديالنا مع ويدر كراكي، عندنا ثقة تامة فيه لأنه فرح المغاربة من طنجة الكويرة، وهذا الشيء كيجعل الإنجاز ديال الفريق الوطني ما عمرو دار شيء على شي دولة عربية. هنا كنشوفوا العالم العربي كله متحد مع المغرب في هذه العشية إن شاء الله. كنتمناو باش يفوزوا على البرتغال وغتكون فرحة عارمة في المغرب. تشاور لهم الركراكي إن شاء الله غادي ينتصر 3-0 وفريق الوطني المغربي غادي مزيان. ونشكر الجميع واللاعبين والركراكي والصحافة، نشكرهم بزاف على الشيء اللي داروا، وفريق الوطني المغربي اليوم غينتصر إن شاء الله. ونشكروا الجمهور المغربي وجمهور العرب كله. أنا جيت اليوم باش نشجع المغرب وكنتمنى أن المغرب تربح وتفوق على البرتغال. جينا اليوم إن شاء الله نشجعوا المغرب، واليوم تكون مقابلة صعيبة بزاف حيت البرتغال واحد الفرقة اللي واعرة، ولكن المغاربة ما كيوعر عليهم والو. إن شاء الله 2-1 لمشنا بينانتيات غادي يربحوا إن شاء الله. اليوم الأسود غادي يخلقوا الحدث ويكتبوا السطور ديالهم في تاريخ مسابقات كأس العالم، وإن شاء الله غادي نضربوا البرتغال. شكرا الركراكي. نربحوا ونديو كوب دومون إن شاء الله. اليوم جيت نشجع المغرب، إلى ربحنا إسبانيا كنا نربحوا البرتغال، ويا ربي نمشوا دومي فينال وجمع المغرب.